تأتي قبل أيام من الانتخابات المقبلة، تتزامن مع مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات في إطار تنفيذ النموذج التنموي وتفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية. وتتميز هذه الاستحقاقات بإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في نفس الوقت في نفس اليوم، وهو ما يؤكد عمق ممارسة الديمقراطية ونضج البناء السياسي المغربي. شعبي العزيز، إن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية تخدم مصالح المواطنين وتدافع عن قضايا الوطن، لأننا نؤمن بأن الدولة تكون قوية بمؤسساتها وبوحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية، وهذا هو سلاحنا للدفاع عن البلاد في وقت الشدة والأزمات والتهديدات. بعدما يقرب من 4 سنوات في السلطة، ما هو أهم إنجاز تفتخر به حكومة العدالة والتنمية للإنسان المغربي الذي خرج في العام 2011 يطالب بالحرية والعدالة ولقمة العيش؟ كمسؤول عن الحكومة، كرئيس لها، وكما لا يخفى عليك وحسب الدستور المغربي فرئيس الحكومة له صلاحيات ليست مطلقة. الذي يحكم المغرب هو جلالة الملك، هذه الحقيقة، لسنا بصدد هذا. ما يعتقده بعض الناس أن رئيس الحكومة في المغرب لديه كل الصلاحيات وهو الذي غير صحيح، اعتقاد خاطئ. غير صحيح، والدستور لا يقول هذا. حسب الدستور جلالة الملك هو رئيس الدولة، حسب دستور جلالة الملك هو أمير المؤمنين، وهذا ليس لقب أخذه جلالة الملك يعني في يعني سنوات أو عقود، هذا صلاحيات قديمة قدم التاريخ لقرون قديمة. وكذلك هو رئيس السلطة القضائية ورئيس القوات المسلحة، هو رئيس كل شيء، هو رئيس مجلس الوزراء. مجلس الوزراء يختلف عن مجلس الحكومة، مجلس الحكومة ترأسه مجلس الوزراء، أنا عضو فيه. يعني هو رئيس الوزراء أيضا يترأسه الملك. يترأسه الملك طبعا. إذا حتى تكون الأمور واضحة، يعني الذي يحكم في المغرب هو جلالة الملك، وأنا يعني أو أي رئيس حكومة مكان. سير للحكومة، الحكومة ماشي بلاد. تيقول لك يسير بلاد كيخربق، تيكذب على راسه، اللي كيسير بلاد هو جلالة الملك. المغرب هو هذا، الدستور هو هذا. كحنا يعني عنصر مساعد على مستوى الحكومة. ها؟ لا، خصنا نقوى تبقى الأمور واضحة في الدين ديالنا وديال المغرب. تيقول لك باش تكون زعما الأمور واضحة وضوح الشمس في الظهيرة. عندنا صلاحياتنا وعندنا الدستور وعندنا وداك الشيء مرتب. في المغرب ما كاينش فصل بين جلالة الملك وبين الحكومة، لا، الحكومة هي تحت رئاسة جلالة الملك، لأنه هو الذي هو رئيس مجلس الوزراء. كاين مجلس الحكومة كاين مجلس الوزراء. ورئيس مجلس الوزراء هو رئيس الدولة وهو رئيس الجيش وهو هو أمير المؤمنين. إذن وهو ما يؤكد عمق ممارسة الديمقراطية ونضج البناء السياسي المغربي. ونغتنم هذه المناسبة لنترحم على أرواح شهداء الوطن الأبرار، وفي مقدمتهم بطل التحرير جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.